ربابي بوجوه الناس الكذابي حوالي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير بسكر بابي بوجوه الناس الكذابي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير ما في داعي لتزيين البيت على فكرة لأني مو شايف غيرك فيه. لا تمثل علي هيك بكفي لأنه عندي شغل وبدي خلصه. أنت عندك وقت لتنقذي حياة الكل بس ما عندك أي وقت لحتى تهتمي فيني أنا. مستعدة تعملي أي شيء لهي العيلة مزبوط؟ عن جد؟ وإنت شو؟ الرومانسية هي الأهم صح؟ يلا جاوبني لشوف. ماشي أنا ما رح خيب ظنك فيني أبدا. شو عم تعمل؟ شوريا إنت ليش عم تفتح زرار قميصك هلأ قلي؟ لأني رومانسي. مرحبا. أهلين كيفكم؟ تفضلوا. شو في بنتي اجينا بكي؟ ما تواخذونا شكلنا مبكرين كتير. عادي وارتاحي انت معنك منيحة. مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلين. ابني شكلك مشوب ما هيك؟ لا ليش؟ أنا فكرتك مشوب لأني شايفة كل زرار قميصك مفتوحة يا ابني. يعني اليوم انحلت كل الأمور بيناتكم يا ابني وأخيراً. لهيك تفضل انت ومهك افتحوها. صحة وهنا. صحة وهنا يا مهك وشوريا. خالتي شايفتينا كلنا مبسوطين ولازم عمي يشاركنا هالفرحة هي وانتي اللي ما عم تخليه. بس شوريا انا هلا وقت الاحتفال والكل هون مبسوط اسمحي له وين المشكله؟ ماشي شوريا هو عم يبلش يكبر بالعمر. لا مو صح. انتي بدك دائما يسمع كلامك؟ ما بيصير هيك. خليه ينبسط شوي يا اختي مو مشكله. وشوريا مثل العاده بيلغي كل القوانين مشان يفسد افراد العيله. انا مو مصدق بعد كل هالمده الطويله صار عنا سبب لحتى نفرح لهيك لازم نحتفل. مزبوط دولي؟ مزبوط اخي. خلونا نتمنى نضل مبسوطين دائما وما حدا يقدر يقرب علينا او حتى يأذينا. ايه ايه تماما. يلا منبلش. ايه يلا.
كبسة؟ ايه كتير منيح. أنا بتمنى لو تحط صحون الفخار على طاولة اليوم. طيب ماشي. ليكو هدول كمان بتحطهم على الطاولة، وبدي تحط المقبلات كمان. شو صار؟ ليش عم تضحك هيك؟ ولا شي. بترجاك ركز بشغلك. ماشي. لو سمحت طالع كل هدول لبرا هلا، وانا بعمل السلطة وانت جيب معك خيار. حاضر. وانا ماشي. انت مرة تانية؟ شوف، بعرف انه انت ما بتخاف ابدا ولا حتى بتخجل. مو معقول. انا بترجاك هلا روح. انا اجيت لعندك هلا بس بصعوبة. انا لازم اخلص شغلي بسرعة لانهم جوعانين. روح. طيب وشو من شاني انا؟ رح ضل هيك؟ انا كنت بعيد عنك من وقت كنت مخطوف. شو رأيك؟ يعني انت ما حتسكت؟ ما في اشطر منك بالحكي. تعرف شو شوريا؟ انت مانك شاطر غير بهي الشغلة. وإذا كنت هيك، المهم إني بحبك. ماشي ليكي، أنا ما رح أزعجك بس بدي ساعدك شوي. حلو عن جد؟ بدك تساعدني هلا؟ أنا متأكدة إنه مو هيك بدك، لأني بعرفك منيح. شوريا خلص بكفي هيك. ايه شوريا لو سمحت. ايه ابني رجاء. ايه اسمع منا وترك كلامي هيك يا ابني، نحن بدنا نقضي وقت معها كمان. انا بتمنى لو انكم تجيبولنا حفيد وهيك نحن منقضي الوقت معه. ايه صح، وما منزعجكم ابدا. خالتي انتي بدك حفيد؟ معناها تحملي غلاظتي قبل ابني. بعد عني. بس لحظة، شو بك خالتي؟ استني، شو وين رايحة؟ لك مو انتي اللي بدك حفيد تلعبي معه؟ تعالي. مو انتي اللي قلتي لي بدك حفيد؟ عن جد انك واحد شقي كتير. خلصنا. هلا هيك عم تعملي؟ ما كنت متوقع منك هالشي. انا عن جد بتمنى من كل قلبي انه نضل مع بعض مبسوطين وما نفترق كل العمر. بتمنى كمان انه نيفي يتعافى بسرعه ويقدر يرجع يضحك معنا ويركض بيناتنا. بصراحة أنا بلشت أحس إنه كل شي صار منيح. نحن كلياتنا مشتاقين إنه نقضي وقتنا سوا. رح نضل مبسوطين. سعادتنا ممكن تستمر بس نحن أكيد رح نشتاق لبيدي. لو كانت عايشة كانت أكيد احتفلت معنا وكأنها طفلة صغيرة.
ما هيك أنا ما بدي إياكي تزعلي، هي أكيد فخورة فينا، لهيك نحن مو لازم نزعل، هي مثل النجمة. شوريا يعني بيدي مثل هاي النجمة بالسما؟ ايه طبعا. النجمة اللي عم تلمع أكتر شي هي بيدي، اطلعي منيح رح تشوفيها فورا. ليكا برأيي هديك بيدي. مين عم يتصل هلا؟ أكيد في شي مهم، رح شوف. ألو؟ 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 ما في حدا عم يرد. ألو؟ 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 أكيد في حدا حابب يتسلى شوي، ما طلع رقم على جهاز الكاشف، لهيك ما فينا نعرف مين. لحظة أنا برد. ألو؟ ألو؟ مين على التليفون؟ أنا عم حذرك، إذا لسه بتتصل مرة تانية رح اشتكي للشرطة فورا. مين هذا اللي عم يتصل يا ابني؟ ما بعرف أمي، في حدا حابب يزعجنا وشكله ما بيعرف مين أنا. هذا آخر تحذير إلك، إذا لسه بتتصل مرة تانية أنا وقتها ما رح أرحمك. هاي أول مرة بيصير هيك، يا ترى مين على التليفون؟ بنتي أنت عاملة أكلات كتير اليوم. شو صار؟ جوعان لهيك عم أكل بسرعة، صح خالتي؟ ايه ابني، بس أول مرة بشوفك عم تاكل بهي الطريقة. لأنه إله فترة منيحة غايب عن البيت، صار بيعرف إنه ما لازم يرفض أكل البيت أبداً. ألو، ايه فيكي؟ فيكي نحنا في عنا معرض للأكل بمومباي بكرة، رح تروح وتمثل مطعم وايت تشيليز. شوفي مين. ألو؟ 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 ليش ما عم تردوا؟ ألو؟ ألو؟ اجتنا اتصالات مبارح بالليل. خالتي لا تقلقي، يبدو في حدا عم يتسلى. يا أفرا، بدي اياك تصلح جهاز الكاشف مشان نربي اللي عم بيعمل هالاتصالات المزعجة. ايه فيكي خلاص كل طيب. ايه عادي. ايه اسمعني، اطلب من الوكيل يحجز لي على مومباي فورا. لا بهي الحالة انا رح روح، رح سافر اليوم وارجع بكرة. خلص اتفقنا، باي. ما هيك؟
لا تنسي هدول. شوريا، أبوك أعطاني هذا الملف، خده معك على مومباي. طيب، رح أخده معي. شوفي، أنت ليش هيك مزعوجة؟ يعني ما بتعرف ليش؟ أنت غبت فترة طويلة كتير، وهلأ بدك تروح وتتركني مشان الشغل كمان؟ رح تروح على مومباي، يعني ما فيك تأجل هالروحة؟ إيه ابني، هي معها حق، فيك تروح بعدين. كلامكم أبداً مو منطقي. يعني شو بوقف شغلي؟ هو يوم وبكرة برجع فوراً. فيكي عم يشتغل هنيك وأنا لازم روح ساعده. طيب بنتي، أنت كمان روحي مع شوريا. إيه بصراحة أنا خايفة أبعته لحاله وترك أمك علي. خالتي هي شو بدها تروح تعمل هنيك؟ ولا شي. عفواً اسمعني أستاذ، أنا شريكتك بهذا المطعم، يعني إيه لي حق كبير أني رافقك برحلات الشغل. إيه مزبوط. خالتي أنا رح دب أغراضي بسرعة. شوريا، أنا رح أحكي مع أمك وأبوك، أنتوا هلأ ضبوا أغراضكم بس بسرعة، في زحمة على الطريق. خالتي بس. يعني أنت رايحة هلأ بس من شان تحرسيني مو هيك؟ إيه نعم أستاذ. بما أنك مرتب وجذاب، أنت بحاجة لحدا يضل معك، وخصوصا مشان بنات مومباي. امشي، الاجتماع بعد نص ساعة من هلا. مين في هون؟ ما هيك؟ في شي؟ أنا حسيت إنه في حدا عم يراقبنا. ما هيك؟ شو القصة؟ لا ولا شي. يلا. شبك مهيك؟ شو؟ انت عم تلهيني فيكي، قليلي شبك؟ شوفي، ليش مرتي الحلوة متوترة بهالشكل؟ لا ما في شي. مو مزبوط، مبين عليكي مزعوجة كتير. مهيك، أنا هيك بزعل. شوري أنا حسيت بشعور غريب. طيب قليلي، انتي ليش عم تحسي بهذا الشيء؟ اكيد ما رح تفهم علي، ورح تقول عني غريبة. ليكي، انتي غريبة لهيك حاجة تحذريني. يلا قولي شو القصة. من لما اجينا لهون وانا عم حس كأنه في حدا ماشي ورانا. ايه ممكن. وانت كمان حسيت هيك؟ ليكي انا على طول بحس بهالشيء، لانه انتي حلوة وجذابة كتير كمان، وعم لاحظ دائما كيف الكل عم يلحقوا ملكتي الحلوة وقت تطلع من البيت. ايه هالشي ممكن. دقيقة بس، انت شو حكيت؟ بتحب تمزح معي كل الوقت مو هيك؟ لا لحظة، انا بعرف حالي قديش مميزة. انت بدك فرصة لحتى تزعجني، بس انا هلأ رح ورجيك. بوعد.
شو صار؟ انت تعبتي؟ ولا حسيتي انه في حدا عم يراقبنا مرة تانية؟ شوري انا ما عم امزح، عن جد في حدا عم يراقبنا كل الوقت. مهيك برأيي انت صايرة حذرة كتير بعد كل مطاردات الشرطة قدامك، اكيد هذا هو سبب قلقك، لهيك لا تخافي كل شي منيح. خلص روقي، ما في اي شي. اسمعيني، كان حلم بشع بس هو هلأ انتهى، نحن سوا، وأنا رح أوعدك إنه ما في حدا رح يأذينا. هو دائما مكتئب هيك بعد وفاة بيدي. أنا كان ببالي شغلة، كنت عم فكر إنه طالع عمي لبرا المدينة، يعني فترة قصيرة بيغير جو منيح. ايه فكرة كتير حلوة، تغيير الأماكن علاج كتير مفيد. طيب أنا بستأذن. ألف شكر يا دكتور. أهلا وسهلا. سلام. وين عم تفكري ناخده يعني؟ كنت عم بحكي مع سونال. وبعدين؟ وهي عزمتنا نروح لعندهم، لهيك فينا نبقى وقت منيح. ويمكن هالشي يساعده كتير منيح. وسيارة الأكل كيف بدنا نهتم فيها يعني؟ أنا ورافي موجودين هون، ومهك كمان بتساعدنا، وهيك بيمشي الحال. مهك هلأ مشغولة بالمطعم تبعهن وما عنده وقت، على أقل منقدر ناخد نصيحتها بتدبير أمور سيارة الأكل. لكان خلص، رح جيب كم واحد يشتغلوا بهالفترة اللي منقعدها عن سونال. أنا صرت منيح بهالسنين اللي قضيتهم بالشغل، ما رح نعتمد على سونال ومهيت أبدا. طيب ماشي. شو عم تعمل شوريا؟ الناس شايفيننا. شو يعني؟ هن شو دخلهم؟ مو انتي مرتي؟ ليش عم تطلع هيك فينا؟ هاي بتكون مرتي. أنا آسف. اسمعني، أنا بعرف شو اللي رح تساوي. رح تحكي حكي حلو معي قدام كل العالم، ورح تحرجني قدام الشركاء ومقدمي العروض، مزبوط؟ أكيد حبيبتي، مثل مو نص حياتي ونص شغلي ملك إلك أنتي، بحق لي كمان اتغزل فيكي، خلي العالم تعرف إنه 51% من المساهمين إجوا بسببك. شوريا، أنا ما بحب أي شيء أكتر من طبخي. هدول 51% من الأسهم والشغل والشركاء عم عاملهم كرمالك أنت وبس. تعلمي تديري شغلك من شانك مو من شاني. بركي أنا ما كنت موجود. أنت على طول موجود ورح تكون معي وخلص، لأنه أنا مستحيل إني أعيش بدونك، ولهذا السبب رح أضل مرافقني دائما وبكل مكان. مرحبا. أهلين أستاذ. كيفكم؟ أهلين أستاذ. هاي مهيك، بتكون زوجتي وشريكتي. أهلين مدام. تفضلوا. شكرا. شكرا. هذا هو تقرير الموقع بالمنطقة. نحن حاولنا نجيب كل التقارير اللازمة وحاولنا ما ننقص شيء. فينا نروح بهاليومين على الموقع؟ طيب أكيد مثل ما بتحب. عن إذنكم. إذنك معك. بكل الأحوال خلي التقرير يكون معي. أنا كتير أسفة. ولا يهمك. الظاهر أنه أنا صايرة عم أتوهم،
بس أنا متأكدة أني شفت حدا. بعتقد أنه أنا صايرة عم شك بدون سبب. يمكن شوريا معه حق، الشغلة مجرد تهيؤات. بتطلعي كتير جذابة وقت بتبلشي تخجلي. لازم ناخدها على المستشفى بسرعة. ردي علي شوريا، هي أغمى عليها، بترجاك سوق بسرعة. دكتور، ما رح نروح لأي مكان، باقيين لتيجي الشرطة ورح نخبرهم بالحقيقة كاملة، بس بترجاك انت بلش العلاج فورا، بترجاك. خديها على غرفة العمليات. حاضر. مهيك كيف ما انتبهت عليها؟ شوريا اللي صار مانو قصدك أبدا، انت هلأ بس اتمنى لها أنه تشفى بسرعة. ايمت صار الحادث؟ خبرني. تقريبا الساعة 12. البنت كانت لحالها؟ ايه لحالها، نحن جبناها لهون على المشفى، هي طلعت قدام السيارة فجأة، يمكن كان في حدا عم يحاول يلحقها. ما تخبري شي لأنها رح تخاف. ايه مهيك؟ كل شي منيح عندكم؟ ايه خالتي، كل شي هون كتير منيح. طيب قليلي كيفو شوريا؟ شوريا منيح. من شوي رجعنا على الفندق، انشغلنا كتير اليوم. كيف الشغل؟ شفتوا كل العروض؟ لا تشتغلوا طول الوقت، خلوا وقت لكم انبسطوا فيه. ايه خالتي لا تاكلي همنا، تصبحي على خير. ماشي سيد كنا، نحن لازم نحكي مع البنت هلأ. أنتوا ما فيكن تطلعوا برات المدينة إلا بعد ما يخلص التحقيق الأولي. دكتور، اتعرضت لنزيف داخلي كتير قوي، بدنا نعمل لها فحوصات وتحاليل كمان. هي تجاوزت الخطر، أنتوا جبتوها لهون بالوقت المناسب. خلينا نسجل إفادتها. مرحبا، انت شو اسمك؟ أنجيلي. اسمك الكامل؟ أنجيلي وبس. سيدي، هدول الاثنين ما غلطوا معي بصراحة، كان في شباب راكضين وراي وركضت بسرعة بنص الطريق، كنت عم حاول اهرب، ما شفت انه سيارتهم قريبة. انا الحق علي، لهيك كان لازم انتبه اكتر. طيب بتقدري تتعرفي على الشباب اللي كانوا عم يركضوا وراكي؟ لا سيدي، كانت وجوههم مغطاية. شكرا. انا بتمنى انه تتعافي بسرعة.
وما تقلقي من شان مصاريف المستشفى أبدا، أنا هون ورح أتكفل بكل شيء. أنا رح أجمع كل اللي إلهم سوابق بمنطقة وحقق معهم، أنت لا تاكل هم. يا ابني تعال خليه يتوقع. أستاذ أنت لازم تجي معنا، في شوية إجراءات بدنا نكملها. أكيد، تفضل. انبسطت أنه أنت صرتي منيحة، كنتي عم تنسفي كتير وأنا خفت عليكي. بالمناسبة شكراً على الإفادة تبعك، إذا احتجتي كمان بالفترة الجاية لأي مساعدة هون بترجاكي فيك تخبرينا. نسيت أنه أنا عارفك عن حالي وعن زوجي. أنا ما هيك صح؟ وكمان هو شوريا كان صح؟ إيه، نحن منعرفك شي؟ لا، بس أنا بعرفكن منيح. تفضلي، هي شلناها قبل ما نعمل الصور. شكراً إليك. أهلي، تفضلي. وهي كمان. عفواً، دقيقة بس. خذ يا ابني. أنا بتمنى تكون أنجلي صارت بأمان. أنت لا تقلق، أكيد هدول الشباب من المنطقة، يمكن يكون لحقوة لأنه لحالة، ما تاكل هم، فيك تروح ورح خبرك بالتفاصيل. شكرا حضرة المحقق، وبكل الأحوال صار رقم تليفوني معك، إذا بدك أي شيء حاكيني، لا تتردد، رح أجي فورا. شكرا. دكتور، بعتقد لازم تبقى هون شي كم يوم لحتى تطلع النتائج، حتى لو صارت أحسن، ولا تاكل هم المصاريف، أنا بتكفل بالموضوع. ما بظن إنه في ضرورة لهالشي. أنجلي رح تيجي معنا على دلهي. ايه اختي، تخت جديد وبرادي جداد ودهنتي الغرفة كمان، حلو كتير، صارت غرفة شوريا كأنه غرفة جديدة ما كانت موجودة. ايه، هي كانت فكرتي، حبيت اعمل لون شي جديد ومميز. تعرفي دولي، هدول الاثنين من لما تزوجوا لهلا كل يوم بتطلع لهم مشكلة جديدة وكبيرة، لا عم ينبسطوا بحياتهم ولا عم بيقضوا وقت مع بعضهم كمان. هلأ بس يجوا رح ينبسطوا بهالشي. معك حق، رح ينبسطوا كتير. مدام. ايه. وشو هاي اختي؟ هاي بطاقة بدي اعطيهم ياها مفاجأة. رح قلك شغلة اختي، ما حدا ممكن يعتقد انه شوريا ما بيكون ابنك الحقيقي. دولي، بحياتي ما اعتبرت شوريا مانو ابني، هو بيحبني مثل اي ابن بيحب امه. ايه مزبوط، معك حق طبعا. شو هي خطتك بالضبط؟ كيف ممكن انجلي تجي معنا على دلهي؟ ليكي انا بعرف انه انت هلا معتبرتيها مسؤوليتك، بس ما فينا ناخدها معنا على البيت لانها وحده غريبه. الدكتور والشرطه رح يهتموا فيها، واذا بدك نحنا كمان ممكن نقدم لها مساعدة مادية، بس كيف بدنا ناخدها معنا على البيت؟ هذا الشيء مو ممكن. شو؟ طيب، بعرف إنه أنت غني كتير، وبعرف كمان إنه فيك تستخدم نفوذك لتظبط كل شيء، وكمان فيك تساعد بكل شيء، بس هي وحيدة يا شوريا، وكمان ممكن يرجعوا يهاجموها مرة تانية. شو رح تساوي وقتها؟ شوريا، أنا بدي ساعدة لهالبنت، هذا قراري وخلص. إذا كنا حابين أنه نساعدها فعلاً شوريا، لازم ناخدها معنا على البيت فوراً. كان ممكن يصير أي شيء معه، كان ممكن أنها تموت. الحادث كان كتير فظيع، حياتنا كانت ممكن تتدمر. شوريا، أنا رح ساعدها وما رح أتخلى عنها، مستحيل أتراجع،
مثل مو شايف انه انا عم حمل حالي مسؤولية اللي صار. شوف شوريا، نحن رح نساعدها بالفترة الجاي، وبعتقد اذا صار عليها شي مانو منيح بالمستقبل، انا وقتها رح لوم حالي على هالشي طول حياتي. لك ما هيك شبك عم تتصرفي وكأنه انا ضربتها عن قصد، هذا كان حادث مهيك. واذا بدنا ناخد كل الناس على بيتنا رح يجي يوم وما نلاقي مكان نحن نقعد فيه. اسمعيني مهيك، انا فهمان كتير خوفك هاد، ونحن اكيد رح نساعدها، بس انت كوني عملية، ما فيكي تاخدي هيك قرار لحالك. انا متحمس كتير حتى تاخديها لعنا على البيت. سألتيها شو بدها؟ هي حابة تجي على دلهي؟ انا حكيت معها بهالموضوع شوريا، وهي مستعدة انها تيجي معنا. انا ما بعرف شو مشكلتكم انتو التنتين، شو بدكم؟ بترجاك شوريا، لا عاد تناقشني بهذا الموضوع ابدا، لانه انا اخذت قراري وما رح اتراجع عنه لو شو ما صار، فهمت؟ ما بيكفي هذا الشيء شوريا. شوريا هي ما الى حدا، نحن هلا رح نساعدها لحتى تبلش حياتها من جديد. بترجاك، بترجاك شوريا لا ترفض طلبي. انت مو معقوله مهيك، بتعرفي شو رح يصير فينا؟ رح نوقع بمشاكل بسبب طيبة قلبك. تعرفي شو؟ انت كان لازم تكوني اكبر مني، بسيطة وقلبك طيب، وكان لازم كون انا الاصغر، يعني داهية حتى يساعدك بالعالم الكبير السيء. انت دائما بتوقف جنبي لانه انت كمان قلبك كتير كبير، وأنا كمان مو كتير بسيطة مثل ما أنت مفكر فيني على طول، لأنه لو كنت هيك ما كنت أقنعتك، صحكي؟ شفت إنه أنا ماني بسيطة؟ طيب رح أحجز التذاكر، شو هي كنية أنجلي؟ أنجلي وبس. أنا كذبت عليك شوريا، أنا آسفة، بس لأنه أنا ماني متأكدة من الحقيقة لهيك كذبت عليك. ليش المكيف ما عم بيشتغل؟ مدام من شوي كان شغال. طيب شو صار له؟ آه؟ لازم أنا أعلمك كل شي؟ ما فيك تساوي شي بدون ما أقلك؟ وهي شوف مين رح ينظف الطاولة؟ آه؟ وهاد مين رح يغيره؟ أنا بساوي أو بنادي لحدا يشتغلوا؟ شوفي أختي على مهلك، ليش إلك ساعة عم تصرخي عليه؟ آه أنا بعرف ليش أنت معصبة هالقد، لأنه مهك وشوريا بدهم يجيبوا حدا غريب على البيت، وما فيك تقلي لهم أي شيء، لهيك عم تصرخي عليه. دولي لا تخليني أعصب أكتر. شفتي؟ شوريا ما رضي يخبرني أي شيء لهلأ، ومهك كمان قال بتخبرني بس تجي. قولي لي انتي دولي، شخص انضرب بسيارة شوريا وهن قرروا يجيبوا هالشخص على البيت، كيف بيصير هالشيء؟ هنن ما عم يسمعوا كلمة حدا، وأنا معك ماني موافقة على هالقرار، كان وضعنا كتير سيء من كم يوم بسبب الغريبين، كيف بيقدروا يوثقوا بحدا غريب لسه؟ بس قولي لي شو لازم ساوي دولي؟ هنن دائما بيعملوا اللي بيحلالهم وبس. الشباب الصغار ما بيسمعوا كلمة حدا، لهيك بيضلوا يقعوا بمشاكل. تفضلي. شكرا. انتي متأكدة انه قرارك صح؟ عندك شك يعني؟ ليكي انتي كتير طيبة، بس نحنا ما بنعرف بعض منيح، وكمان انا غريبة عنكم. انتي رح تاخدي معك وحدة غريبة على البيت، شو رح يفكروا العالم؟ شو رح يقولوا؟ الكل رح يقول اني خليتك تاخديني على بيتك لانك غنية ومشهورة. بعدك انه ما حدا يعرف شي عن وضعك، وما حدا رح يعرف الحقيقة، ومنقول إنه أنت وافقتي تيجي لأنه أنا طلبت منك. ما بعرف، أنا كتير خايفة، ما بدي سبب مشاكل لأي حدا، شايفة؟ أنا دائما متهمة إني بعمل مشاكل. بكفي، حاجة تحكي بهي الطريقة لو سمحتي، ولا بقى تفكري بهالموضوع، أنت بس وثقي فيني. يلا خلينا نروح. يا
يلا. أنا كتير مبسوطة هلأ إنه رجعتوا سالمي. أمي عم تتصرفي وكأنه راجعين من الحرب بعد سنين طويلة. خلص شوريا، أنت رحت على مومباي يوم عملت حادث ورجعت، صار شي ما بدك تقلي عنه؟ ورجيني. أنا ماني ولد عمري 12 سنة، ليش هيك عم تتصرفي أمي؟ ليكني أنا منيح كتير. ما هيك؟ أنت كمان منيحة؟ انتوا ليش ما بتخبروني بالشي الصحيح؟ بتعرفوا قديش انا خفت وقت سمعت بالحادث؟ هي البنت تبع الحادث؟ أنجلي، هاي أنجلي، ما هيك معها حق، إذا بتضل هون بتتعافى بسرعة. خالتي معلش تبقى أنجلي معنا بالبيت كم يوم بس؟ ايه فيها تضل هون. انتي منيحة هلأ؟ فوتي لجوا. بنتي فيك تضلي هون قد ما بدك، اعتبري البيت بيتك. انتي من مومباي؟ ايه. واهلك ما عندهم اي اعتراض تجي لحالك لهون؟ كيف سمحوا لك تجي لعند ناس غريبين؟ دولي سؤال عادي اختي. بصراحة ما عندي عائلة، انا ما عندي بيت، تربيت بميتم. بميتم؟ بنتي تعي ارتاحي شوي، أكيد تعباني وما تاكلي هم بنوب بنتي، بتروحي من هون بس تعافي تماما. شكرا إلك. يلا